شهامة علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلو. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن خصائص عن الخصائص التي انفردت بها اللغة العربية، تمام؟ من تذكرنا بخاصية من هذه الخصائص مع شرح بسيط لها؟ خاصية من هذه الخصائص مع شرح بسيط لها، تفضل. إن اللغة العربية لغة اشتقاقية، حيث الكلمة الواحدة بنشتق منها عدة كلمات، بنستخرج منها فعل مضارع، أمر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، زي. شكرا لك، خلي معك، شكرا. نعم، صفة أخرى. إذن الصفة الأولى أن اللغة العربية لغة اشتقاق، اللفظة الواحدة نشتق منها عدة ألفاظ، تمام، وكل لفظة لها معنى يختلف عن الآخر. اللغة العربية قوية في بنيتها وتركيبها، فهي لا تحتاج إلى أفعال مساعدة زي أفعال to be أو أفعال كينونة باللغة الإنجليزية. جميل. اللغة العربية لغة إعراب، أي أن الإعراب يحدد وظيفة الكلمة. أحسنت، نعم. أعطي هانا لو سمحت المايك ريفون. غنية بأصواتها، أي وفرة بأصواتها. اشرحينا شيء عن هذه الصفة. اللغة العربية غنية بأصواتها، اشرحينا شوية عنها. يعني ممكن يكون للغة للكلمة في اللغة أكثر من صوت. لا، مش هيك. لا، ليس هذا المقصود غنية بأصواتها. أعطي المايك للأختنا اللي في الآخر. فيها الحركات والإدغام. يعني الحركات تولد أصوات جديدة، الضمة والفتحة والكسرة. الأصوات العربية تستغل جميع 17 مخرج الفرعي للأصوات، تمام؟ فالحركات، يعني عندنا حرف إب، عندما أقول بو أو بي أو با، ضيفي لهم الشدة، ضيفي لهما أو ضيفي لهذه الأصوات التنوين بأنواعه، ثم يأتي الإدغام والإظهار وكذا كذا إلى آخره. فكل هذه أدى إلى وفرة في أصوات اللغة العربية. حتى طيب، بحث جديد، كم صوتا للعربية؟ بحثوا لي عنه رقم، بس هاتوا لي الرقم. ضروري جدا عندما أبحث عن معلومة أوثق من أين جئت بهذه المعلومة. وإذا إحنا بنعرف أسهل إشي عنا الآن اللي هو أبحث على محرك البحث جوجل، يجب أن أدون الموقع الذي أخذت منه المعلومة وساعة وتاريخ وساعة دخول الموقع. دخلت في اليوم الفلاني الساعة كذا، هكذا توقع، هكذا يعني تدون المراجع في البحث العلمي، تمام؟ نبحث. البحث هو يا أختي، واليوم إحنا المفروض اليوم يعني الانفجار المعرفي. لا تستطيع المؤسسات التعليمية من مدارس ومن معاهد ومن جامعات أن تقدم المعرفة اللي وصلت للإنسان. اليوم أنا يعني الأصل إنه أعلم الطالب كيف يتعلم بنفسه، كيف يحصل على المعلومة التي يريد بأقصر وقت وأقل وأقل جهد، لأن المعرفة واسعة والبحث عنها أصبح سهل جدا جدا، تمام؟ طيب، إذا نبحث عن الأصوات للعربية، تفضل. بمعجمها، يعني أن الأصوات في العربية أو المعاني في العربية أو الكلمات في العربية أخذت من من القبائل التي كانت تعيش في الجزيرة العربية، وهذه القبائل لها ألفاظ ولهجات تختلف عن الأخرى، ولكنها كلها صحيحة، لكنها كلها صحيحة. فالمعنى الواحد تجد له أكثر من لفظ حسب القبيلة. وبحثنا على الأسد ووجدنا له أكثر من 400 اسم باللغة العربية، وهذا يدل على مدى وفرة وفرة معجم اللغة العربية، وهذا لا يعني انفردت به اللغة العربية. شكرا.
يعني من الأشياء التي زادت من معجم اللغة العربية هي المستحدثات الحديثة. على سبيل المثال كما تقول زميلاتكن الهاتف، التليفون باللغة الإنجليزية هاتف، تلفزيون تلفاز. نعم ألفاظ كثيرة تمام دخلت اللغة العربية، واللغة العربية قادرة على أن تستوعب لغة العصر، قادرة على أن تستوعب لغة العصر. وفي سوريا يا بنتي عرب التعليم جميعه بما فيه الطب والصيدلة كله باللغة العربية. فهذا يا بنتي يدل دلالة قاطعة على مدى حيوية هذه اللغة وعلى مدى قدرتها على استيعاب كل مستجدات العصر. نعم. طيب ننتقل اليوم إلى موضوع آخر من الموضوعات التي تهمنا كمعلمي في التفرقة بين اهتمامات عالم اللغة واهتمامات عالم النفس. الاثنان نعم الاثنان يدرسان اللغة، عالم اللغة وعالم النفس اللغوي، مش اللغوي ها، اللغوي تمام. عالم النفس يدرس اللغة وعالم اللغة يدرس اللغة. طيب إذن ما الفرق بين اهتمامات كل منهما؟ الصبايا الشاطرات المحاضرات في البيت، وين أين الميكروفون؟ مع من الميكروفون؟ مع مين؟ معاكي؟ أعطيها زميلتك. تفضل يا بنتي. إن عالم اللغة وعالم النفس اللغوي موضوعان مترابطان ويكملان بعض. موضوعان مترابطان يكمل كل منهما الآخر. تفضل. ولكن عالم اللغة يختلف مهمته عن عالم النفس اللغوي. سمعيني صبايا، سمعت الصبايا؟ أتسمعنا؟ بدأ الآن تدخل في التفصيل بين اهتمامات عالم اللغة وعالم النفس اللغوي. تفضل يا. عالم اللغة يهتم باللغة نفسها من حيث تركيبها وتصريفها، ويهتم بالمنظور الخارجي لهذه اللغة. هذه الأمور شوي تختلف. شوي. إذن ما هي اهتمامات عالم اللغة؟ أنت اشرحي لي لو سمحتي، بس شوي عشان نستوعب. اهتمامات عالم اللغة أول شيء أنه بيهتم باللغة نفسها سواء اللغة الإنجليزية أو الإسبانية. إذن أول نقطة عالم اللغة يهتم بلغة محددة، لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة إسبانية، لغة كذا، لغة محددة تمام. في المقابل مدام عالم اللغة بيهتم بلغة محددة معينة، إذن عالم النفس اللغة وماله باللغة بشكل عام، بيهتم باللغة أي لغة كانت. فضلي. النقطة الثانية عالم اللغة يهتم باللغة بتركيبها ونحوها وصرفها. نعم عالم العالم اللغة يهتم باللغة من حيث نحوها وصرفها وتركيبها وكل هذه الأمور وإملائها، كل هذه الأمور اللي بدرسها العالم اللغة. نعم كذلك هو يهتم بالبعد الخارجي للغة. إذن هو يهتم بالبعد الخارجي للغة، بالبعد الخارجي للغة. مدام عالم اللغة بيهتم بالبعد الخارجي للغة، إذن عالم النفس يهتم بالإيه؟ بالبعد الداخلي. ماذا يعني البعد الداخلي للغة؟ كيف يكتسب الإنسان الطفل اللغة؟ تمام؟ كيف يدرك الطفل إيه؟ معاني اللغة؟ نعم. ما هي عيوب الكلام؟ زي التأتأة واللعثمة وكذا 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 إلى آخره. إذن هي الفرق بين عالم اللغة وعالم النفس اللغوي، إنه بدرس اللغة في بعدها الداخلي. ما علاقة اللغة بالفكر؟ يلا تفضل عيدين هيك وجزينا إياهم. كما عالم النفس اللغوي تختلف هذه الأمور بالنسبة لعالم النفس التربوي، لأنه ينظر إلى اللغة عالم بالنظر النفس اللغوي. اللغوي. لأنه ينظر إلى اللغة بنظرة شمولية، وذلك لأنه يرى بأن اللغة كنتاج إنساني ويعتبره سلوكا إنسانيا، أي أن كانت خصائص
خصائص البشر، كمان إنه ممكن نحدد مجالات اللغة من خلال العلاقة بين العقل الإنساني واللغة. نعم، كيف زي ما قلنا عالم اللغة؟ الطفل أو الإنسان عندما يتعلم أي لغة فلا فرق بين طفل أجنبي يتعلم لغة أجنبية أو بلغة طفل عربي، فكلاهما متساويان في الظروف النفسية العقلية الداخلية اللي بيكتسبوا فيها اللغة. فيدرس إذن عالم النفس اللغوي كيف يكتسب الإنسان اللغة، كيف يدرك معانيها، ما هي علاقة اللغة بالفكر، عيوب الكلام وأسبابه وعلاجه إلى آخر هذه الأمور. إذن الأمور واضحة يا صبايا بين اهتمامات عالم اللغة وعالم النفس اللغوي؟ واضحة الأمور؟ طيب أعدينا يا بنتي اهتمامات، تفضل. عالم اللغة يهتم بلغة معينة، اللغة الإنجليزية والعربية والأسبانية، ويهتم يعني أنت كأنك لما قلت عالم اللغة يهتم بلغة معينة الإنجليزية والعربية والأسبانية، يعني هاي اهتمامات عالم اللغة. لا، عالم اللغة يهتم بلغة محددة، يمكن اللغة الهندية، يمكن اللغة الفنزويلية، لغة. إذا أنت حطيتي لي ثلاثة وكأنك أفهمتيني من سياق كلامك إنه بهتم لا أي لغة. تمام، ممتاز. من أي ناحية من أي ناحية؟ بتركيبها وكيفية نحوها، كتابتها صرفها، صرف. إملاءها، خطها، كذا. إذا هو يبحث في البعد الإيه؟ الخارجي للغة. تمام. أما عالم النفس اللغوي يهتم بالبعد الداخلي ويهتم بجميع اللغات مش لغة معينة. نعم، بشكل يعني عام. يعني أعطيني تفصيلا أكثر يعني يدرس اللغة من حيث كيف؟ من حيث كيفية اكتسابها، كيف ادراك المعاني، كيفية إنتاجها، علاقة اللغة بالفكر، أمراض الكلام، أسبابه، علاجه، وهكذا. ماشي، شكرا، بارك الله فيك. في حدا عايز تسأل أي سؤال على هذا الموضوع؟ خلي معي. في حدا عايز تسأل أي سؤال بالنسبة لاهتمامات عالم اللغة وعالم النفس اللغة؟ طيب يلا اعملي لي جدول يا بنتي، اعملي لي جدول وحطي لي فيه اهتمامات عالم اللغة واهتمامات عالم النفس اللغوي. اعملي جدول تقارنيني بين هذاك. تفضل يا ابني يا بنتي اقري الجدول اللي عملتيه. عالم اللغة يهتم بلغة محددة ويهتم باللغة من حيث صرفها وإملائها وتركيبها ويهتم بالبعد الخارجي للغة. اهتمامات عالم اللغة يهتم بلغة محددة وأيضا يهتم باللغة من حيث صرفها وإملائها وتركيبها وأيضا يهتم بالبعد الخارجي للغة. أما عالم النفس اللغوي يهتم بجميع اللغات ويهتم باللغة من حيث نظرة شمولية ويهتم بالبعد الداخلي للغة. أحسنت، شكرا. أعطي هدى. الفرق بين عالم اللغة وعالم النفس اللغوي أن كلاهما بين اهتمامات، إذا بتحط عنوان بين اهتمامات عالم اللغة وعالم النفس اللغوي أن كلاهما يكملان بعضهما البعض. فعالم اللغة يهتم بلغة محددة، لغة معينة، يهتم بنحوها وصرفها وتراكيبها وخصوصياتها، أيضا يهتم بالبعد الخارجي لها، على عكس عالم النفس اللغوي الذي ينظر إلى اللغة بنظرة شمولية كاملة عامة، ليس ينظر بحد ذاتها إلى لغة قومية بعينها، يهتم إنه بالإنسان بجميع جوانبها، يهتم بمجالات علم النفس اللغوي، أواخر العلاقة بين اللغة والفكر، اللغة والعقل، يهتم بالكلام من حيث الحبسة الكلامية، التلعثم، اللجلجة إلى غير ذلك. شكراً، فهي أعم وأشمل منها ولكنهما مكملان لبعضهم. شكرا، بارك الله فيك. جميل، تمام يا صبايا. سأعبنا نستطيع أن نفرق بين اهتمامات علم اللغة وعالم النفس اللغوي. طيب فعالم النفس اللغوي يصاب بسهل حاله ثلاثة أسئلة حتى يستطيع أن يجيب عليها، وهذه الأسئلة تدل على اهتماماته. ما العمليات العقلية التي يتمكن بها الإنسان من قول ما يريد؟
يعني شو لما أنا عندما يريد الإنسان أن يقول شيئا، فبيدرس العمليات العقلية. السؤال الثاني، فتح الكتاب. أنت فتح الكتاب تقرأ منك. أنا لا، قلت يا بنتي اللي بدها تدرس في البيت تحضر. ثاني مرة ما بدي أشوف الكتاب على قدامكم عشان أشوف مين بيقرأ ومين ما بيقرأش. السؤال الثاني، تفضلي. فتحت الكتاب برضو. نعم، خذي المايك يا بنتي، خذي هاي المايك. ما هي العمليات التي يستطيع الإنسان ما هي العمليات العقلية التي يستطيع الإنسان إدراكها وإسماعها، التي يستطيع الإنسان من خلالها إدراك وفهم ما يسمع. أول حاجة، ما هي العمليات العقلية التي الإنسان بوظفها حتى يقول ما يريد ويعبر عن المعنى الذي يريد؟ الثانية، العمليات العقلية اللي بوظفها حتى يدرك ويفهم ما يسمع. أما الثالثة، فضلي. ما هي الطريقة التي يتبعها الطفل في تعلم اللغة في مراحل عمره المختلفة؟ أشكرك، شكرا جزيلا. طيب، اللغة والفكر، وأعتقد هذا الموضوع تطرقنا له في المحاضرات التي سبقت العيد. يعني ما هي علاقة اللغة بالفكر؟ تفضل يا أستاذة، خذي أعطيها الميكروفون. علاقة اللغة بالفكر. اللغة تحتوي على مضمون فكري، فالإنسان عندما يفكر كأنه يجري حوار مع نفسه، أي كأنه يكلم نفسه عما يدور في نفسه، وهذا ما يسمى الكلام المكبوت. أحسنت. كمان مرة أعيد الكلام وكلام اسم حضرتك إيه؟ نور حجاج. نورة؟ نور حجاج. يا نور حجاج، أختنا نور حجاج يعني بارك الله فيها، يعني أعطتنا الجواب الشافي. أعيدي لو سمحتي عشان كل الموجودين يركزوا في كلام نور. اللغة تحتوي على مضمون فكري، أي أنه عندما يفكر الإنسان كأنه يجري حوار مع نفسه، أي يتكلم مع نفسه عما يدور في ذاته، وهذا ما يسمى بالكلام المكبوت. أشكرك. يعني الفكر هو كلام مكبوت. أنا عندما أفكر كأني أجري حوار مع مع نفسي. أميرة، أبو عمرة، عندما تفكر هيك بتحس حالك تجي حوار مع نفسك يا أميرة ولا؟ بالضبط. يعني طيب، من يسبق الآخر؟ هل اللغة تسبق الفكرة أم الفكرة تسبق اللغة أم كلاهما وجهين لعملة واحدة؟ تفضل يا أستاذة. كلاهما لعملة واحدة. كلاهما وجهان لعملة، فالفكرة والكلام يولدان مع بعضهما البعض. هل يستطيع الإنسان أن يفكر بدون كلام؟ لا. طيب الخرسان يا جماعة، الخرسان يا جماعة الذي أبكم لا ينطق، ومنهم من يفكر ومنهم من يعمل بحرف وماهر بحرفته. تفضل، عندك جواب؟ تفضلي، انت عالم نفس لغوي على هيك. اعطيها لو سمحتي الميكروفون. هل قلت في البدايه الخرسان صحيح ما بتكلموا، بس اللهم لما يفكروا بيرتسم على شفايفهم الكلام اللي يتم نطقه، بس هم عشان عندهم اعاقه بتمش نطق. طب يا بنتي، غالبا الأخرس يكون أصم، يعني هو لم يسمع، يعني لم يعرف الكلمات، لم يعرف مردودها. تمام؟ تمام. فكيف بفكر؟ ما هو بنظر للكلام. إيه؟ بنظر للكلام بعينه من خلال النظر إلى الجمل بالعين. يعني هل في إشارات عقلية؟ هل تكفي يا بنتي إنه أنا أنظر لشفايفك وأنت بتتكلم وأفهم ما تقولين؟ لا، أنا بس قصدي إن هو مش بنظر مثلاً الشباب بتتحرك. صراحة هذا سؤال كبير يحتاج إلى علماء يفكروا يجاوبوا عنه، سؤال كبير. وإذا حدا بيعمل لي بحث وبوثق لي المراجع اللي جاب منها عن كيف يفكر الخرسان، فأنا حكون يعني مبسوط جدا منها، وراح أكافئها بعلامات مجزية إن شاء الله. بس بدي كلام علمي وكلام موثق. شوفي يا بنتي، اليوم
يعني بجد اليوم يا صبايا احنا في تعليمنا ننحو انه انت كيف عندما تعترضك مشكله، سواء هذه مشكله فكريه ولا مشكله ماديه، كيف تستخدم الاسلوب العلمي للتغلب عليها. فهذا سؤال مطروح امامكن والمجال مفتوح للبحث عنه، وجربوا ابحثوا وهاتوا لنا الجواب المنطقي، تمام؟ ويعني اي انسان ببحث قبل العلامات وقبل كل شيء هو بيكون انسان منطقي، انسان علمي، انسان كذا كذا. حتى انه الانسان المتعلم يا اخواتنا قال في المثل: صديق عدو متعلم خير من صديق جاهل. لانه المتعلم تستطيع بفكر منطق، يستطيع ان تتعامل معه ويفهم عليك او تفهم، ممكن تقنعه ممكن يقنعك، تمام. طيب الان سننتقل الى عنوان اسمه اللغة في السياق الاجتماعي. لدينا أستاذ اسمه الأستاذ سعيد. بكنيته أبا صالح أو أبو صالح. تمام؟ شوفي يا بنتي الصياغات اللغوية، ضب الكتاب يا بنت. يا أختي لماذا ما تسمع الكلام من أول مرة؟ والله أحجز الكتاب عندي. بقول الكتاب داخل الحقيبة. بحكي بالعربي يا بنت. الكتب داخل حقائب. والكتب ما بدي أشوفها على المقاعد قدامكم، إذا الكتب قدامكم مش حتفكروا. من تريد أن تحضر في البيت. من تقرا؟ المايك المايك الميكروفون وين؟ مع مين؟ اعطي اسمي لك. استاذ سعيد. سعيد يا سعيد، ابا صالح يا ابا صالح. شكرا. من كمان؟ تفضل اعطي اسمك، اعطي الورق. استاذ سعيد. سعيد يا سعيد، ابا صالح يا ابا صالح. كويس. انظري يا بنتي، عندما نقول استاذ سعيد، هل هذه العبارة صحيحة لغويا ولا خاطئة؟ صح ولا خطأ؟ صحيح. عندما أقول سعيد، صحيح. يا سعيد، أبا صالح اللي هو سعيد، أبا صالح، يا أبا صالح، تمام. انا اسمي راشد، صحيح. الان لو واحده من هناك قالت لي يا راشد انا مش فاهمه النقطه هذه، ايش رايكم في كلامها؟ ايش رايك يا استاذ؟ طالبه بتقول لي يا راشد انا مش فاهمه الموضوع، اشرح لي اياه ثاني. كلامها صح ولا غلط؟ صح. من ناحية ايه؟ من ناحية لغوية، لكن من ناحية اجتماعية مش صحيحة، مش صحيحة. هدى والدتها اسمها آمنة، كويس؟ فدخلت البيت بتقولها وينك يا آمنة؟ هدى مروحة. ايش طبختي يا آمنة؟ وينك يا آمنة؟ لغويا صح. ايش طبختي يا آمنة؟ لغويا صح، لكن ادبيا واخلاقيا واجتماعيا صح؟ لازم تقول وينك يا امي؟ ها؟ وينك يا امونة تدلعها؟ ها؟ وهكذا. اذا ماذا نستنتج يا صبايا من هذا المثال ومن الكلام الذي طرحناه؟ ماذا نستنتج؟ تفضلي. خذي الميكروفون اعطيها لو سمحتي. ماذا نستنتج من هذا الكلام؟
إنه سياق اللغوي للكلمات مزبوط صحيح، ولكن في الحياة الاجتماعية خاطئ، بكون فيش في أداب وإشي زي. إذا ممكن نقول الآتي، إيش نقول؟ ماذا نقول؟ تفضل أعطيها لو سمحتي. بتعتمد على عنصر ثاني، بكون علاقته غير لغوي، بكون علاقته بطبيعة المنادي، بطبيعة اللي بده ينادي. قرب الميكروفون إلى حضرتك، قرب الميكروفون لتمك. طبيعة المنادي اللي بده ينادي على الشخص أو مركزه أو سنه. بمعنى آخر، لا ينضبط الاستخدام اللغوي الصحيح بصحة التركيب اللغوي، لكن ينضبط أيضا بالوسط الاجتماعي اللي بتقال فيه. الشخص، ما علاقة الشخص المتحدث مع الشخص المستقبل له؟ ما العلاقة بينهما؟ ما القرب بينهما؟ العمر، الوظيفة، السن، كل هذا ينطبق، يعني ينضبط بصحة الاستخدام اللغوي. إذن ليس معنى أن التركيب اللغوي صحيح أن استخدمت بشكل صحيح، لا، لازم أنه يكون في سياق اجتماعي فيه أدب وفيه احترام. فلو أنا وزميلي الدكتور عطا قال لي يا راشد، ولا قلت يا عطا، عادي تمام. لكن طالب ينده باسمه أو موظف أقل درجة ينده المسؤول عتبه باسمه، فهذا لا يجوز. هذا الكلام يعني لا يجوز في الاستخدام اللغوي الصحيح. إذن يجب أن نضع الاعتبار الاجتماعي، علاقة المتحدث مع المتحدث إليه، نضعهم في سياق في سياق معين اجتماعي حتى يكون الاستخدام اللغوي صحيح. فهمتوا علي؟ واضح الكلام يا جماعة؟ إذا حدا عنده أي لبس بنعيد بأسلوب ثاني. ننتقل الآن إلى البيئة والمفردات الخاصة. اسمع يا بنتي، كل بيئة من البيئات لها مفرداتها. فبيئة الريف مفرداتها تختلف عن بيئة إيه؟ عن مدينة المدينة. تمام؟ من هم في يعني إحنا قطاع غزة تقريبا يعني كل أسرة واحدة متقاربة. لكن لو أنت ذهبت إلى جمهورية مصر العربية ستجدين أن هناك في ناس في الواحات، يعني بعيدين جدا، ناس في الصحاري، ناس في الحضر، ناس في الكذا، كل لهم مصطلحات معينه بيستخدموها في بيئاتهم. والله اذا انا معلم ناجح وبعلم، وانتن جميعا يعني مرحله دنيا او تعليم اساسي، ممكن تكونوا معلم الصف اول، تمام، يجب ان تراعي عندما ياتيك تلاميذ الصف الاول، تراعي المفردات البيئيه اللي هم يحملونها اليك. تمام؟ فأنا لو عندي في مدرسة على سبيل المثال، يعني كنت أنا أدرس في مدرسة الشابورة في رفح، فكان يجونا طلاب من الشوكة ومن خربة العدس على خط الهدنة شرق الشوكة عند مطار غزة الدولة الآن وكذا وكذا. فهذول يعني لهم ألفاظ يختلفون فيها عن ألفاظ أهل مدينة رفح، فيجب أن يكون المعلم على وعي بهذه الألفاظ، وفي الآخر يحاول أن يقرب من لغته عشان يفهموا الجميع ولغة، بالتدريج بيصير يعني الأمور. يعني إحنا حجينا عنوان كمان شوي، إنه أنا كإنسان بستخدم في اليوم الواحد 3 مستويات من اللغة. كيف يعني؟ شو ما هم 3 مستويات من اللغة؟ لما أكون أنا مع أهل بيتي في بيتنا بتحدث في الأمور الخاصة فينا، كل بلد من بلاد فلسطين لها لهجة، صح؟ كل بلد يعني أهل المجدل لهم لهجة تختلف عن أهل حمامة، تختلف عن أهل يافا، تختلف عن أهل بئر السبع، تختلف عن أهل جباليا، عن أهل بيت حنون. يعني في كثير طلاب عندي عندما يتحدث بلهجته أهل بلده بقول والله أنت من جباليا أو أنت من بيت حنون أو أنت من يافا. تمام؟ هذه اللهجة الخاصة تبعت أهل البلد اللي بتكلم فيها في البيت، هذه اسمها اللهجة التعارفية اللي الخاصة جدا. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني، عندما بروح على السوبر ماركت أو على السوق أو على الجامعة، الحديث اللي بيننا بيكون بلغة وسط، بلغة وسطية.
كلياتها بتحدث فيها. ما بت يعني في الغالب ما بتلاقيني بتحدث انا بلهجه اهل يافا وانا وفاوي مع زميلاتي او مع هذا. في التعليم والدراسه بتحدث اللغه الفصحى. فاذا نحن نتحدث ثلاث مستويات غالبا في اليوم الواحد، اللهجه الخاصه يعني. ننتقل الان يا صبايا الى نقطه اخرى، الا وهي اللغه والجنس. اللغه والجنس، مين تفهمني اياها؟ تفضلي. تفضلي يا اختي، اعطوها الميكروفون يا صبايا. اللغة والجنس، الجنس هو عنصر إضافي يستخدم في تحديد استعمال اللغة المناسب. يعني الإنسان مثلا جنس اللغة، مثلا جنس العربي بيختلف عن لغته ولهجته عن إنسان وعن جنس آخر. مثلا الإنسان الأجنبي بيختلف. ما اسمك؟ إيش اسمك؟ نورة بوطفة. إيه؟ نورة بوطفة. نورة، يا نورة، ليس هذا المقصود باللغة والجنس. يعني البنات الإناث لهم ألفاظ، والرجال الذكور أو الأولاد لهم ألفاظ. يعني يا نورة، أنت حضرتك آنسة أو متزوجة؟ لا آنسة. آنسة. مين متزوجة من خواتنا؟ هدى. لو يا بنتي وأنت داخلة على سبيل المثال مركز للتسوق، تمام؟ وسمعتي صوت ست بتقول لجوزها علي الطلاق منك اذا ما اشتريتليش هذا الغرض لان مطلقاك. اسالكم بالله، مش بشد انتباه كل السامعين؟ لكن سمعنا زلمه بيحكي مع واحد بقول علي الطلاق من مرتي. فيها استغراب، ولو انه هذا مش لا يجوز يعني ان الواحد يعرف بالطلاق، بس يعني لو قلنا تمام، لو قلنا انه زلمه بيقسم بالطلاق ومرأة تقسم بالطلاق، مستغرب من مين؟ من المرأة. لأنه هذا خاص بالمين؟ شفت الزلمة في الشارع قاعد وبقول يا لهوي باله بلطم على خده، ويا لهوي يا لهوي بقول. لكن شفتي مرأة بتقول يا لهوي، بتقول الله يعينها على مصيبتها، أبصر إيش هي مصيبة. يعني هناك ألفاظ ومصطلحات يستخدمها الذكور وهناك مصطلحات، لذلك إذا استخدم الذكر مصطلحات الأنثى فهذا بيكون خطأ وخارج عن السياق الاجتماعي تبعه، وإن استخدمت الأنثى مصطلحات ما يستخدمه الذكر فبيكون هاي المقصود فيها. عيدة. نورة شكرا لك، أعيد يلا تفضل. الجنس واللغة، المقصود بالجنس هو الذكر والأنثى، والجنس هو لا هو عنصر إضافي يستخدم في استعمال اللغة المناسبة، حيث أن الذكر يختلف في معانيه ومفرداته وكلماته ومفاهيمه عن مش يختلف في مفاهيمه، في استخدامه. في استخدامه في احنا بنحكي على استخدام اللغة يا نورة، على استخدام اللغة، إنه الذكور في مصطلحات خاصة بهم، صح. والإناث في مصطلحات خاصة بهم. على استخدام اللغة. شكرا بارك الله فيك يا نورة. طيب، لكل مقام مقال. معقول يا بنتي إنه أنا عندما أخاطب من هو أكبر مني في المسؤولية وفي العمر زي بنفس الأسلوب بخطب في من هو أقل مني أو في مستواي؟ أكيد لا. خطاب الأكبر سنا، خطاب الأقل سنا، الأكبر مقاما، الأكبر مرتبة، الأكبر كذا، كل يعني ينطبق في أو ينسحب على الأسلوب اللغوي اللي أنا بدي أتكلم معه. واضحة مش هيك؟ يعني ما لا يعقل بتكون وقاحة من الإنسان إذا يخاطب من هو أكبر منه سناً بأسلوب كأنه أقل منه سناً، ولا مش هيك؟ فإذا لكل مقام مقال. طيب، اختلاف أشكال المقال لاختلاف أحوال المقام، اختلاف أشكال المقام المقال لاختلاف أحوال المقال. اسمع يا بنتي، يعني في بعض الناس تلقيني عليه الخبر، تمام، عادي بشكل عادي. بعض الناس تحتاجين إلى أن تؤكدي له الخبر أو أن تقسمي له كي إيه. فإذا بكل استخدام اللغوي حسب الشخص المستقبل، لأن اللغة هي موقف تواصلي، مرسل ومستقبل ورسالة محتوى، تمام. فأنا كيف الشخص اللي قبالي بتكلم معاه، بصيغ الكلام أو المعنى اللي أنا بدي إياه حسب هو ما يدركه وحسب هو
ما يستوعبه حسب حالته. نعم. طيب مستويات الكلام وفق المواقف والوظائف اللي قلنا عنهم، انه انا مع اسرتي بتكلم اللهجه الخاصه في بلدنا، في الجامعه، في السوق، في كذا اللهجه الوسطى، في الدراسه والمدرسه وكذا، لغه العلم باللغه الفصحى. تمام. في عنوان غائب هنا كنت اود ان يعني يكون موجود، اللي هو يا بنتي انه ايضا يجب ان اراعي الحالة اللي أنا بكون موجود فيها في استخدام اللغة. مثلا ما بجوز رايح على بيت عزاء وفي صديق لي لمدة لم أقابله وأقول له والله فرصة سعيدة، أقول له فرصة إيه سعيدة، أو أروح أعز ناس وأقول لهم مبروك اللي ميتكم مات، ما هو عيان وأقرفكم من كثر ما بينام في المستشفى ومن كثر ما تودوا للدكاترة وكذا وكذا، الحمد لله الله ريحكم. بجوز هذا كلام يا جماعة؟ تقول لهم مريح اللي ميتكم مات وريحكم من المستشفيات ومن المعاناة وانتم تجوا فيه. إذا بدي راعي أنا المقام اللي أنا إيه اللي أنا بدي أقول فيه. إذا كنت أنا في فرح أو في عيد لازم أستخدم الألفاظ المناسبة في هذا الوقت إلى آخره. حتى يا أخواتنا الأمر أبعد من ذلك، يعني حتى يعني في الإعلام، في الإعلام يا أخوات الفاضلات عندما يكون المذيع في التلفاز هناك يعني مصيبة ألمت في البلد، حرب، اجتياح، قصف، ناس ماتوا، لا يجوز حتى المذيع أن يظهر على الشاشة وهو مبتسم، ولا أن يلبس الألوان الزاهية المفرحة، يلبس ما يناسب هذه الأشياء. تخيل يا بنتي حتى يكون استخدامنا اللغوي سليم، يعني بس مش استخدام اللغة، مش بس يكون التركيب اللغوي صح، لا كمان أنا وضعي وشكلي ولبسي يتناسب مع إيه، يتناسب مع هذا الشيء. من لها أي سؤال، أي استفسار؟ طيب أنا بدي أختار اختياري طالبات. وين الميكروفون اللي أنا بدي أختارها؟ أريد منها أن تقول لي نقطتان فقط استفادت، ما كانت تعرفهم قبل المحاضرة واستفادتهم. أتي للميكروفون، أنا بدي أختار. يلا يا أستاذة، حضرتك حضرتك أعطيها لزميلتك، قولي لي بس نقطتين. إيش ماذا تعلمت اليوم؟ هان هان، لا لا أستاذة لا. ما اسمك؟ ندى. ندى، أخذنا الفرق بين العالم اللغوي وعالم النفس اللغوي، إنه عالم اللغة بيهتم بلغة محددة فقط، بينما عالم النفس اللغوي إنه بعدة لغات أي كانت. الله يفتح عليك، كفي منك، شكرا جزيلا. أعطينا أختنا العريفة اللي بتاخذ الحضور والغياب، أضيفي شيئا جديدا تعلمتيه اليوم. زي ما تعلمت اليوم استخدم الألفاظ اللغوية المناسبة في الموقف المناسب. أي واحد اثنين، وان اكون يعني مؤثره في شخصيتي في الاداء. كيف يعني مؤثره في شخصيتك في الاداء؟ يعني مثلا استخدام اللبس المعين في المناسبات المعينه. شكرا، بارك الله فيك. تفضل اعطي زميلتك، تفضلي. تعلمت انه اللغه العربيه لها صفات زي انه اشتقاقيه ولها عده معاني. حضرتك حضرت المحاضرة السابقة؟ هذا تعلمناه في المحاضرة السابقة، بس احنا عدنا عليه اليوم. بدي شيء جديد يتعلق بالموضوع اليوم. تعلمت انه في معاني بتستخدم باللغة العربية صح، وانه في الاجتماعيات بتكون لها معنى ثاني. شكرا، ممتاز. نعم، يعني ليس يعني نحكم على اللغة من حيث تركيبها انه صحيح، برضو السياق الاجتماعي مع مين بتكلم انا كذا. اشكرك، شكرا، تفضلي. مستويات الكلام يوجد ثلاث مستويات. أول مستوى تعارفية عندما نكون في المنزل مع العائلة. ثاني مستوى وسطية عندما نذهب إلى مكان ما أو المقصف. ثالث مستوى فصحى عندما نكون خلال قاعة التعليم. شكرا جزيلا. ما اسمك؟ نور حجاج. نوع يا نور، شاطر، أحسنت يا نور. أعطي جارتك.
اللغة والجنس إنه الإناث لهم ألفاظ معينة والذكور لهم ألفاظ معينة، والذكر إذا استخدم مصطلحات الإناث فهذا يخرج عن السياق الاجتماعي والعكس صحيح. شكرا. أن نراعي حالات استخدام اللغة. مثل أيوة، كيف بدي راعي استخدام اللغة؟ الحالات يعني في المواقف اللي أنا فيها، لو كنت أنا في بيت عزاء اللغة اللي بدي استخدمها غير ما أكون أنا في فرح، ولا مش هيك؟ طيب عندي الفرق بين اللغة والفكر إنه هي عبارة عن مضمون فكري، كيف بتحاور الإنسان مع نفسه وما بداخله ويسمى بال يعني اللغة والفكرة واحد. واحدة. شكرا لكم. بس كنت بدي أذكر بحاجة، إنه جمع فكرة أفكار أو فكر وشاهد قول الشاعر: لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر، وغدا سأنظر الثوب عني ولم أدري لماذا جئت وأين المفر. بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شكرا لكم، بارك الله فيكم.